نروح اللعبة التانية، ولعبة مهمة جدا. نشوف اللعبة اللي جاية هنا، مطالبة على أكرم توفيق. والمفهوم جديد للمسة اليد يا كابتن. أولا هي مش لمسة يد أصلا خالص. طيب السؤال هنا مهم جدا جدا، وده للتعليم وللثقافة التحكيمية. هو مين هنا بيشوط يا كابتن؟ أكرم. أوكي، يعني هنا أكرم في تعمد لعبي بيطلع الكورة. طب لو إيد أكرم خارجة شوية عن الجسم كان ممكن يحسب ركلة جزاء؟ ها؟ محدش عاوز يجاوب. ليه يا جماعة؟ يعني أكرم لو أنا بشوط كده وبطلع الكورة تبقى لإيه؟ تبقى لأنه معايير. لا أنا بتكلم، لا أنا بتكلم جميع. إحنا في القانون هنا، إحنا عندنا القانون نشرح ندي ثقافة تحكيمية للناس يا كابتن أيمن. ماشي. أنا عاوز أوضح بس، لو أكرم لعب الكورة تعمد وجت في إيديه حتى لو خارجة يستمر اللعب، مفيش مخالفة. ولكن في الحالة ديت إيد أكرم يعني أصلا كانت موجودة في جسمه، وبالتالي هنا كان استمرار اللعب كان قرار صحيح. تاني يا بلال، لو أكرم بيشوط غير ما ترتد الكرة في جسمك وإيه وتيجي في إيدك، صح. الارتداد غير إنك أنت تلعب لعب متعمد. دي الحالة، ونقول هنا يستمر اللعب كان قرار صحيح من محمد معروف. بصراحة النهاردة تميز تميز تميز. الحالة اللي جاية، وهنا خد القرار في الملعب، خد القرار دون مساعدة الفار. شوف التفاصيل اللي جايه دي مهمه جدا جدا من لاعب الاتحاد، ونشوف اسلوب الدخول في هذه الحاله كابتن اسامه. هات الحاله ثانيه، وهنا هو خد القرار ببطاقه حمراء مباشره، وهنا نشوف الحاله اللي جايه. بس هرجع ثاني من المسافه اللي جايه ديت، احنا بنتكلم على ايه يا كابتن؟ على مسافه لاعب جاي بيعمل تاكلينج. كابتن ماهر دي من واحد، هنا في مسافه هو جاي من بعيد، ثم في سرعه هو جاي من بعيد، ثم في قوه. إذا هنا كمان شوف الرجل السرزات رايحه فين يا كابتن. ارجع تاني كده، خلي بالك هو حظ رامي ربيعه ان رجليه كانت فوق، لو تحت كان حصلت مصيبه وكارثه على رجليه، وكانت حصلت اصابه كبيره جدا. ده مش معناه ان انا كلاعب شلت رجليا تيجي تقول لي اصل رجلي كانت في الهواء. لا، انا بحلل حاله تحكيميه. صح. اللاعب جاي من مسافه، من سرعه، من قوه، رجليه مرفوعه. سؤال تاني، هي الكره فين؟ هل هي على الارض ولا فوق؟ نمشي كده، نمشي كمان بعد اذنك، نمشي. كره نزلت على الارض، صح؟ يبقى المفروض اللعب يبقى فين؟ تحت. تحت مش فوق. هنا بطاقه حمراء، تميز محمد معروف. عارف التميز لمين تاني؟ لحكام الفار اللي هم عملوا كونفيرم على القرار، عملوا سبورت قرار الحكم. ده اللي بنقول عليه ان انا بميز الحكم والحكم الفار في هذه المباراه. ركله بطاقه حمراء مباشره صحيحه من محمد معروف لما تردد فيها، على الرغم تفاصيلها في الملعب كانت صعبه على الحكم.